السلام عليكم. هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد، حلقة جديدة من ماستر ليج. قبل ما ابتدي، اللايك، الاشتراك، تفعيل زر التنبيهات. وصلوا هذا المقطع لاكثر من 12000 لايك. اذا تردون نستمر بالسلسلة، واحنا مستمرين ان شاء الله، بس 12000 لايك يا شباب، خلونا ننزل اسرع واسرع، وقت الحلقة يكون اطول واطول. واهم شيء، اهم شيء مثل ما قلت لكم، الاشتراك. اشترك اذا انت ما مشترك بالقناة لحد الان. خلي نوصل لربع مليون مشترك ان شاء الله، ما بقى شيء على هذا الرقم الاسطوري. خلينا نروح نشوف جدولنا الحلقة اليوم. شفيلد، ليستر سيتي، فولهام، يونغ بويز بدوري ابطال اوروبا، المباراه المهمه بعد فوزنا بالحلقه اللي راحت 2-1 بافتتاح مجموعتنا بدوري الابطال على اتلتيكو مدريد بمباراه دراماتيكيه رهيبه يا شباب. اللي ما شافها خلي يروح يشوفها بالحلقه الفايته. وعندنا مباراه ضد مانشستر سيتي بالجوله السادسه من الدوري الانجليزي الممتاز، وهذه المباراه يا شباب تعتبر مهمه بالنسبه لنا، والسبب اول فريق كبير نواجهه هذا الموسم. بعد جولتين تعادل وانتصار، احنا بالمركز الخامس باربع نقاط حاليا، داخل مرمانا هدف، مسجلين 3 اهداف. اوكي يا شباب، الأغلبية مصطفى غير الخطة ل 4-4-2. من شفتوني فزت قلتوا لي غير، وعليه فاليوم ان شاء الله يوم التغيير للخطة الجديدة. طبعا محمد اهتارين ممكن يلعب هذا المركز، وممكن بوستوس يكون الاساسي. راح نشوف احنا منو اللي يفيدنا اكثر، راح هو اللي يكون اساسي ان شاء الله يا شباب. بوستوس كان 85، زادت طاقته، اتذكر زادت حسب ما اشوف يا شباب. يعني بهذا الشكل راح تكون تشكيلتنا ان شاء الله. بالنسبة لجونيور فيربو، تقولوا لي مصطفى جاي نشوف عنده خلل كبير بالفريق، جونيور فيربو اداء متواضع. فيا شباب احاول اعتمد على مارسيلو اكثر، احاول اطور مارسيلو بسرعة وقت. طبعا مارسيلو عمره 16 سنه بس، واللاعب يا شباب المفاجئه اللي انتم تقولون لا تبيعه لو مهما كان هو جوميز، فان شاء الله يا شباب ما ابيعه مثل ما تردون. بالنسبه لمكتوميني اعتقد هو اللي هو اللاعب اللي لازم ينباع مع جيرسون، او واحد من عندهم يبقى احتياطي بالفريق. فمكتوميني ايش قد عمره؟ 27، جيرسون 26، يعني واحد منهم يطلع والثاني يبقى. هسه يا شباب اجى الوقت لمباراه نشفيلد. هاي تجهيز الخطه للمباراه، بس الخطه العامه بهذا الشكل راح تكون، بس الخطه بهذه المباراه راح تتغير حسب الاسهم، نوعيه المباراه اللي راح نلعبها. يعني بهذه المباراه مثلا اعتقد جوميز راح ينزل اساسي، جرينوود ما جاهز، ورودريجو عندنا ما جاهز. اوكي ماكسيمان ينزل اساسي، اتوقع العربي انزله يا شباب، ما ادري. خلي رودريجو يشارك الشوط الاول، الشوط الثاني راح نسوي تغيير ان شاء الله. جرينوود خلاص يطلع برا بسبب انه نهائيا ما جاهز، وما اريد اللاعب يتعرض لاصابه. مارسيلو اريد يشارك اساسي حتى يتطور، وداني الفيش بعد اريد يشارك، لا ما جاهز. اوكي خليك برا يا داني الفيش. احتارين بهذا المركز طاقة 78، ممكن نلعب هذه الطريقة يا شباب، ونخلي احتارين يلعب اساسي حتى رودريجو يكون احتياطي، او نخلي رودريجو اساسي والشوط الثاني ننزل احتارين. طبعا كافاني يلعب عندهم، كافاني لاعبنا اللي بعناه، وعن قريب ان شاء الله الطاقم يا شباب، عن قريب، بس صبروا لي شوي لاني مشغول حتى اضبط طريقة نسوي بها الطقم مع بعض ان شاء الله. يلا بسم الله، صافرة البداية. جوميز اريد تألق خرافي من عندك يا جوميز، ونشوف التدريبات على شنو جاي يتدرب، ندربه نحاول ونطور اللاعب بسرعة وقت. يلا يا مارسيلو بعد انت همين، نريد نطورك. حلوة مارسيلو، توصل الى بوستوس، الى جوميز، يا سلام. لا 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 لا. لاعب اسطوري يا شباب، اللاعب خرافي، اللاعب مجنون. ثالث مباراة على التوالي يسجل ويجلد، قلت لكم احتمال راح يكون الاساسي، مو بعيد يا شباب اخليه اساسي بالفريق على هذا الاداء ب 17 سنة، اخليه اساسي. شوف الكرة، مارسيلو الى بوستوس الى جوميز، يا سلام على جوميز، بوم، 1-0. تقدمنا، نحاول نحافظ على النتيجة ونضيف هدف ثاني. ماكسيمان، مارسيلو الى جوميز، جوميز اضرب يا ولد مارسيلو، يلا، لا 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 بعيدة، حلو حلو. دقيقة 43 الشوط الاول راح يخلص باداء ممتاز بالنسبة لنا. يلا هدف ثاني يا شباب، خلينا نطمئن على النتيجة، النتيجة هذه تخوف شوية الصراحة. هو جوميز 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 جوميز، با 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 با، جول 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 جول، يا سلام يا ولد يا ولد يا ولد، رهيب رهيب والله رهيب جوميز. والهدف الثاني ورابع اهدافه، 3 مباريات اللاعب هذه يا شباب، ممكن يكون هداف للدوري اذا ظل بهذا الاداء الخرافي. اللاعب اسطوري، لعب الونتو مع رودريجو يا ولد، وهنا صوب الحارس، رجعت له حطها بالجول. رودريجو اطلع ارتاح، والعربي بعد اريد ينزل بدل بوستوس، خلي ننزل احتارين يا شباب بدل سانت ماكسيمان. خلاص 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 خلاص، المباراه انتهت 2-1 على شفيلد.
تعتبر نتيجة رهيبة يا شباب، خاصة وإنه دفاعنا مسيطر على الوضعية وما تقبلنا أي فرصة خطأ. جوميز نجم المباراة، خلينا نشوف وين راح نوصل مع جوميز يا شباب، هل راح يستمر على الأداء هذا أو لا؟ وخلينا نشوف الترتيب. إحنا بالمركز الثالث متعادلين بالنقاط مع ساوثهامبتون وتشيلسي، لكن مشكلتنا فارق الأهداف على ساوثهامبتون اللي ما متلقي لحد الآن ولا هدف. العربي نخليه يتدرب على أوكي، هو مهاجم متربص أعتقد أفضل شيء حتى يزيد عنده إنهاء الهجمة. جوميز على شنو نخليه يتطور؟ حاليا مهاجم متربص أكثر شيء راح يزيد عنده إنهاء الهجمة، وهذا أفضل شيء يا شباب مع قوة في الركيل مع الالتحام الجسدي. نخليهم يوصلون لل 95، بعدها راح ندرب على أمور ثانية وإن شاء الله يبقوا ويانا بالفريق. مباراة ليستر سيتي ترى من المباريات الصعبة جدا على فريقنا، والله يستر من هذه المباراة. لم تكن بداية سيئة ولكن علينا نسعى نتائج أفضل فلنفوز بمزيد مباريات. أوكي يا شباب، بس الإدارة تريد مني يفوز، يعني عندي انتصارين تعادل وزعلان، المفروض هذا الشيء ما يزعل أعتقد. خلينا نشوف التشكيلة اللي راح ننزل بها ضد ليستر سيتي. ريتشارلسون جاهز فول، مكتوميني جاهز فول بهذه المباراة، والله ممكن أنزل مكتوميني أساسي بدل إنديدي، ديونج يتحول هنا. كلوسترمان راح أطلع أنزل أومتيتي. جرينوود جاهز للمباراة وإن شاء الله يكون مدمر بهذه المباراة، راح ألعبه بهذا المركز يا شباب. أنت تعال هنا وخلي ننزل أعتقد ماكسيمان، لا ماكسيمان مصاب 6 أيام. جرينوود إذا يجيناش قد طاقة 80، لا خلينا بهذا الشكل يا شباب. جرينوود قدم اليسرى قوية بعد. يلا صافرة البداية شباب، 3 نقاط أخرى وخلينا نوصل للنقطة العاشرة بأربع جولات. ريتشارلسون، بوستوس يلعب إلى رودريجو، يا سلام هي، لا سهلة بيد الحارس. بوستوس، ريتشارلسون، اضرب ايه يا حبيبي، ايه هذا اللعب يا ريتشارلسون. 1-0 نتقدم بالنتيجة بقنبلة وضربة قوية من ريتشارلسون، وحلو الاسيست من بوستوس يا شباب. شو بال الله الله الله، يا سلام ريتشارلسون والكرة بالشباك. ريتشارلسون اصعد، قنبلة، صاروخ، لا تصد ولا ترد بالشباك يا حبيبي بالشباك، يا سلام يا جرينوود. خلينا ننزل جوميز، ريتشارلسون ضربة حرة. جرينوود يا ريت لو كان يا شباب يقدر يصوب الضربات الحرة، لأن تصويباته رهيبة، قوة بالتصويب نار. شوف أفضل مسدد عندنا، أوه 78، يلا يا جرينوود، يا رب يقدر يا شباب، يلا بسم الله يا رب. هي قلتلكم يا شباب، قلتلكم اللاعب أسطوري، هدف ثالث 3-0، انتهت المباراة. يا سلام على جرينوود على التصويب، يا ولد هذا اللاعب خرافي. جرينوود أسطوري، بوم، أغلى لاعب بتاريخ نيوكاسل، أكثر من 114 أعتقد مليون أو 104 مليون. خلنا ننزل أنديدي بدل ديونج، خلي نريح ديونج، والقائد راح يكون رودريجو، أقدم واحد بيهم تقريبا. أمتيتي يبعد، يا سلام، دير بالكم شباب من التصويب، ما نريد نتلقى أهداف. حلوة مكتومينية، ريتشارلسون خلاص منتهي لياقته، يلا بس تحصل الكرة ممكن تبعدها، شيلها أنديدي، يا سلام جرينوود. شباب الله ستر، حلوة أونانا، يا سلام على أونانا، لا أونانا من جديد، بس خلاص المباراة انتهت يا شباب، لازم نخلص هذه الهجمة حتى يصفر الحكم. خلص مكتوميني، ابعد حلوة، خلاص نهاية المباراة 3-0، فوز 3 نقاط جديدة ونوصل للنقطة العاشرة. ساوثهامبتون تعادل ضد مانشستر سيتي، ساوثهامبتون يظهر هذا الموسم قوي، احنا نصدر يا ولد، صدرنا الدوري الانجليزي وفارق النقاط على او الاهداف على تشيلسي، رهيب والله، حلو يا شباب، يا رب نحافظ على الصدارة. هسه عندنا مباراة ضد فولهام، احتارين جاهز فول، لازم انزل اساسي، خلي رودريجو يريح، جيرسون اريد ينزل بدل ديونج بعد خله يريح، هيرموسو يا شباب راح يطلع ننزل أومتيتي، راح العب هذا الشكل ونشوف كيف راح يكون شكل الفريق. احنا محتاجين طبعا مثل ما قلت لكم، محتاج جناح يسار بدل رودريجو، اصلا رودريجو اصله جناح يمين هو، بس ما اقدر انزل جناح يمين بسبب وجود جرينوود، فنجيب لنا جناح يسار ان شاء الله، احتياطي يكون لرودريجو. ايش رايكم مارسيلو ينزل؟ لا مارسيلو ما جاهز. داني الفيش لا اريد انزله اساسي، والله اشتاقيت لهذا اللون، خلينا ننزل بهذا الطقم يا شباب، اذا تردون نغير هذا الطقم، سوينا طقم اسود وابيض يكون اساسي واحنا نسوي، اذا تردون كتبوا لي بالتعليقات يا شباب حتى نخليكم تصممون طقم اسود وابيض انتم تصممون. يا سلام، حلوه الخبره تلعب دور. لا شباب قام بعيد فارغ، دير بالكم ركزوا، ابعد، مرت الحمد لله. جرينوود، فاول يا حكم، فاول ضربة حرة، والله انا لما راح الليتشيش ظنيت خلاص ما عندنا لاعب يسوي لنا ضربات حرة، لكن جرينوود يا شباب الصراحة خرافي، يلا جرينوود يا رب تكررها وتسجل لنا هذه الكرة، يلا بسم الله. هي سهلة هذه المرة بيد الحارس، فاول
فاول فاول فاول ارجع ضرب الحر ارجع 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 والله يا شباب خايف شوية لان يعني اللاعب ما عنده خبرة كبيرة بالتصويبات. لا والله عنده يا شباب، عنده خبرة وخبرة كبيرة يا حبيبي. ثاني ضربات حرة من جرينوود والهدف الأول 1-0 على فولهام. يا سلام على جرينوود، لا 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 لا، اللاعب عنده مستقبل كبير يا شباب معانا إن شاء الله. شوف الولد يا سلام، حلو 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 حلو، صارت النتيجة 1-0، ضربتين حرة لجرينوود يا شباب. يا رب يتطور، أريد يوصل للثمانينات بالتصويبات الضربات الحرة. انديدي بوستوس، انديدي اضرب، لا عالية بعيدة يا ولد. والله يا شباب إذا نزل جوميز، جوميز إذا سجل بهذه المباراة راح أخليه أساسي وبوستوس راح يكون احتياطي رسميا يا شباب، بس يسجل بهذه المباراة. يلا جيرسون، انديدي، يا سلام، يلا يا ولد. لا سهلة 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 يا انديدي. جوميز إلى ريتشارلسون، فاول، حكم شنو هذا يا حكم؟ ريتشارلسون لياقته انتهت، انزل العربي او رودريجو. جرينوود راح يكون بمركزه يا شباب قلب هجوم، وديونغ خليه ينزل بدل انديدي. يلا يا جرينوود يا رب يسجل يا شباب بعد جول، يا رب بعد جول. يلا 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 يلا، والله اسطوري، والله يا انه اسطوري جرينوود، خرافي. حد الان اللاعبين اللي الصراحه ما اجوا مثل التوقعات بوستوس، بوستوس لاعب رخيص عادي مو مشكله، بس احتارين يا شباب حد الان مو بالمستوى المطلوب من عنده. اتوقع التناغم ممكن، فاول، حكم حكم شنو هذه التدخلات يا حكم؟ خرافي والله، ما صور ضربه حره يا شباب خارج الخشبات. روح 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 دانيال فيش، دانيال فيش، دانيال فيش، دانيال فيش، دانيال فيش، العب. لا واصله، احتارين، فاول، ما انطانا فاول، خلاص انتهت المباراه 1-0 هدف جرينوود، بس فرص كثيره كانت. انه المهم يا شباب فزنا، اخذنا 3 نقاط على فولهام. حد الان فريقنا ماشي صح، لحد الان تشكيلتنا خرافيه، السيتي فازه واحنا فزنا، ترتيب الدوري احنا بالصداره، ساوثهامبتون مركز ثاني وتشيلسي مركز ثالث، الفارق صار يا شباب نقطتين على اقرب ملاحقين. ساوثهامبتون عندهم اقوى خط هجوم، احنا ثاني اقوى خط هجوم، بس احنا عندنا اقوى خط دفاع مع ارسنال. يونغ بويز مباراه ان شاء الله سهله، يا رب تكون سهله. مكتوميني متعرض لطرد، اوه لما كنا نلعب مع اتلتيكو مدريد بالحلقه اللي راحت. اوكي احتارين تعرض لاصابه 5 ايام، بس سانت ماكسيمان رجع من الاصابه وحلو. مارسيلو راح ينزل اساسي بسبب عدم جاهزيه فيربو. الحارس يا شباب اونانا اريده يرتاح هذه المباراه. اتوقع جرينوود الشوط الثاني يطلع، ننزل ماكسيمان، كافارو ممكن ينزل، وغوميز ممكن ينزل، داني الفيش ممكن ينزل، ما ندري نشوف. بما انه صرنا نلعب 4 هجوم لازمنا يا شباب لازم لازم يعني نجيب لنا جناح يسار احتياطي وجناح يمين احتياطي، ضروري جدا هذول اللاعبين يجون للفريق. مباراة يونغ بويز من أهم المباريات بالمجموعة، والسبب يا شباب 6 نقاط عندنا من عندهم، يعني إذا جبناها بإذن الله راح نصل للنقطة التاسعة بعد ما فزنا على أتلتيكو مدريد. لا تنسون مجموعتنا موجود البافاري، الفوز 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 بهذه المباراة، ويا رب بايرن ميونخ يتعثر أو يخسر ضد أتلتيكو مدريد بمباراتهم اللي جاي تقام هسه. فبعد المباراة راح نشوف نتيجتهم، وخلي نبدي هذا اللقاء ويا رب الفوز إن شاء الله. نقدم أداء ممتاز يا ريتشارلسون، يا ريتشارلسون، أنا أحسك ضعف ريتشارلسون وبوستوس، يعني هذول اللاعبين ما ادري يعني كيف ريتشارلسون نقدر نصبر عليه، بس بوستوس الصراحه ممكن قلت لكم راح يصير احتياطي. يلا يا بوستوس، لا 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 لا، اساسي يا شباب اساسي، ماكو لاعب انتقده اذا ما يطلق صاروخ يحطه بالشباك. 1-0 بوستوس، 1-0 يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام. لا وبعد ريتشارلسون اللي هسه انتقدته ينطي اسيست يا حبيبي، اي لاعب اتكلم عليه يبدع ويمتع. شوف ريتشارلسون الى بوستوس، قنبله بوم قويه، جول. العب انديدي، لا سهله 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 يا انديدي. اسعد اسعد مارسيلو، يا سلام، يلا ارضيه ارضيه، ريتشارلسون، بوستوس، ريتشارلسون الى بوستوس، يا ولد لا، خلصوا المباراه يا شباب ما نريد نتعثر. ريتشارلسون، بوستوس من جديد، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ثنائية لهذا اللاعب على يونغ بويز، يا سلام. ولا تنسون اسيستين من ريتشارلسون، ابداع بهذه المباراة، تألق رهيب من الثنائي هذا. وشوف خطأ المدافع، حلوة بوستوس، روح يا رودريجو، روح 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 روح، يا سلام، يمر 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 يعدي، يا ولد، جول جول، يا سلام،
حلوة يا رودريجو، اي رجعنا لهذه الاهداف، يا سلام على رودريجو. شباب كنت احاول بيه كثير ما يسجل بهذه الطريقة، لكن يظهر تطور رودريجو وينطينا هدف خرافي و3-0. راح اسوي تغيير واعتقد جوميز، اعتقد رودريجو هنا، شوف المرور، يا سلام، حطها يا ولد يا ولد يا ولد. جوميز اكيد راح ينزل بدل ريتشارلسون، سانت ماكسيمان نزله بدل جرينوود، حولت رودريجو يلعب جناح يمين. انديدي، جوميز، انديدي، جوميز، توصل توصل توصل، يا سلام يا ولد يا ولد، والله الكرة قاعدة على رجلك يا جوميز. هدف رابع 4-0، تألق رهيب من جوميز رغم مشاركاته القليلة لكن يسجل. أكيد يونغ بويز يا شباب فريق متواضع، احنا نفوز على أتلتيكو مدريد يوقف ضدنا يونغ بويز، إن شاء الله نفوز على بايرن ميونخ بعد يا رب. يلا بوستوس، وصلت 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 للهاتريك، لا تضيع الهاتريك يا بوستوس، فرصتك للهاتريك يا سلام، هو الهاتريك، 5-0 لبوستوس، 3 أهداف بهذه المباراة يا شباب، انتقدته وجاب لي الأهداف يا ولد، تألق رهيب. نطلع رودريجو وننزل كافارو، خلي كافارو يلعب هذا المركز أو خله هنا. بوستوس، الله 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 الله، خطأ 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 خطأ، راحت، حلوة 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 هي. لا 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 يا جوميز، والله كانت تستاهل هدف. خلاص انتهت المباراة يا شباب، 5-0 على يونغ بويز، نتيجة رهيبة، وصلنا للنقطة السادسة، اتوقع صدرنا مجموعتنا ويا رب البافاري تعثر. هسه راح نروح نشوف نتيجة مباراة بايرن ميونخ، بوستوس افضل لاعب هذه المباراة. لا، البافاري ضرب اتلتيكو مدريد 4-2، الاتلتي بوضع خطير جدا يا شباب، بالمركز الثالث فارق 6 نقاط علينا وعلى البافاري، باقي 4 جولات، بعده ما انتهى شيء يا شباب، بعده البطولة بداية مباراة مانشستر سيتي، هذه المباراة الكبيرة. طبعا انا ريحت بعض اللاعبين مباراة يونغ بويز، انا مود هذه المباراة، شوفوا ما لا دافع ضد مانشستر سيتي، ما ادافع، انا راح اضرب يا شباب بقوة ان شاء الله. فريقنا اعتبره كبير كاسماء، ممكن يتغلبون علينا بكثير من الاسماء، لكن يا شباب عندنا اعتماد رهيب على هذا الفريق، وان شاء الله عندي امل كبير الفوز على مانشستر سيتي. نفس التشكيلة اعتقد انزل بها، هي تشكيلتنا الاساسية، بس خلينا نشوف منو رجع من الاصابة، اهتارين بعد مصاب، ماكسيمان ممكن ينزل الشوط ثاني، جوميز اكيد راح ينزل شوط ثاني، مارسيلو بعد ممكن انزله شوط ثاني. شوفوا يا شباب، هذه المباراة هي اللي راح تبين قوة فريقنا او دفاع فريقنا، راح تبين هل فريقنا فعلا دفاع قوي او لا، احنا لحد الان مستقبلين هدف واحد بس، راح نشوف، راح ندخل المباراة ونشوف القوة، وراح نلعب بهجوم، يعني دفاعنا راح يكون فراغ بالخلف يا شباب، خاصة خط الوسط اللي متكون من لاعبين بس لاعبين نار. لا 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 لا، دير بالكم يمر منكم بهذه السهولة، اضغط اضغط اضغط، حلو حلو اونانا، لا يا حبيبي لا، جرينوود حصل، لا بوستس، هذه مبارياته، كان مفروض بهذه المباراة اللاعب اللي يتألق هو يكون افضل لاعب يا شباب، الله يستر، لا رحيم ستيرلينج والهدف الاول، حرام هذا الهدف، دقيقة 21 ما اريد تتكرر هذه، شوف شوف شوف، الدفاع قوي الدفاع قوي الدفاع قوي جدا من فريقنا، لازم نستقبل، لازم هذه الخطة لازم تلعب ضد مانشستر سيتي تستقبل. انديدي، توصل بوستوس يلعب الى جرينوود، يا سلام مرر، حلوة بوستوس، يلا يا رودريجو، بوستوس، جرينوود، اضرب التعادل، جرينوود، هي الفرصة تجي مرة يا جرينوود. شوط أول 1-0 لمانشستر سيتي، فرص كثيرة كانت لنا يا شباب، بس استحواذ بالكامل لمانشستر سيتي. لا 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 لا، مرت، لازم انزل جوميز، نزل ماكسيمم بعد، وبهذا الشكل اعتقد راح تكون التشكيله. يلا يا رودريجو، شوف التشكيله يا شباب، هذا الشكل، يلا يا جوميز، يلا واحد منكم ينقذنا، يلا ماكسيمم جول، لا كيف صداها، الله يستر الله يستر الله يستر، ما اريد هدف ثاني يا كلوسترمان، الله 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 الله، خلاص صافرت الحكم، نهايه المباراه 1-0، خسرنا ضد مانشستر سيتي. طبعا يا شباب الاداء كان بفرص خطره، كان ممكن نسجل، بس السيتي كانوا افضل من عندنا وعلى ملعبهم وفازوا علينا، يستاهلون الفوز الصراحه. ساوثامبتون تعادلوا ويا ليدز يونايتد، تشيلسي بالصداره، بالفعل تشيلسي ارسنال مركز ثاني، احنا بالمركز الثالث حاليا، فارق نقطه واحده بس داخل مرمانا هدف
سنتين. يعني أرسنال هذا الموسم دفاعهم قوي، والليفربول، ليفربول بالمركز الثامن بسبع أهداف داخل مرماهم. الموسم اللي راح كان فريقهم قوي من ناحية الدفاع، هذا الموسم تراجع أدائهم. من أخذ الدوري بالموسم اللي راح يا شباب؟ ليستر سيتي أخذه بالفعل. تدوير اللاعبين والله جاي نسوي تدوير، يعني أنت من تريد ننزل أحتارين جاي ينزل كثير، جاي ينزل الصراحة. عندنا مباراة بالكأس، فريق هذا ستوك سيتي من درجة الثانية، العربي راح نزله أساسي بدل بوستوس. دانيال فيش تعال ننزل أساسي، لا خلينا ننزل مارسيلو رغم إنه ما جاهز. كلوسترمان مصاب لمدة أسبوع، وإن شاء الله نأدي مباراة ممتازة. أنا ليش ما جاهز؟ والحارس هذا ما جاهز، أوكي خلينا ننزل الحارس الثالث غرينوود. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، هو أقوى مهاجم عندنا يا شباب، تصويباته قوية ويمتلك ضربات حرة رهيبة، وبعد عنده يلعب قلب هجوم وجناح، فاللاعب خرافي. عطال يوسف 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 يلعب العربي العربي العربي، لا 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 لا، حلوة حلو، يا سلام على يوسف العربي. 2-0 خلاص، اتوقع قتل المباراة يوسف العربي، خطأ من حارس المرمى والمدافع والكرة راحت للجول. شوف هنا دربكة صارت، العربي حاول يسدد، المدافع شنو سوى؟ ويا ولد يا ولد يا ولد يا ولد على الجول، يرجع للعربي، يلا ممكن، لا اوت. غرينوود يلعب الى رودريجو، رودريجو إذا استلم راح، خلاص خلاص، ادخل 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 المنطقة، ادخل المنطقة واضرب، يو با 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 با، جول 3-0، يا سلام على رودريجو. إلى غرينوود، العب إلى رودريجو، اضرب، الهدف الرابع، يا سلام على رودريجو، رهيب رودريجو، اسطوري. 4-0. لا تنسون عندنا مباراه بدوري ابطال اوروبا ضد بايرن ميونخ، فيا شباب احاول اريح ان شاء الله اللاعبين خاصه رودريجو، وعندنا غرينوود باذن الله يرتاحون، لازم يرتاحون. لا لا لا، نتلقى هدف. 4-1، نزل ريتشارلسون او غوميز، غوميز خليه ينزل يا شباب، رودريجو اريده يرتاح، نزل كافارو، ديونغ ان شاء الله اريحه بس شويه واريح. مارسيلو، لا وصل يا مارسيلو، انطي على قدمه. ديونغ، انديدي الى عطال، انديدي اضرب، لا عالي عالي عالي، خلنا ننزل جيرسون حارس. صارت 4-2 شباب، شنو هذا يعني؟ مجرد سوينا تغييرات راح نبلع يعني ولا كيف؟ روح اسعد، يا سلام ماكو اوفسايد هذه المره يا جيرسون. العربي، لا والله كنت اظن الهاتريك، ليش ضيعها؟ عطال، روح غوميز، غوميز لا اوت يا ولد، يلا يا غوميز، يلا يا غوميز، يا سلام الهدف الخامس. 5-2، حلو حلو حلو، خلاص تأهلنا للدور القادم. انتهت المباراة يا شباب، اللي استنتجته أنا لحد الآن هو هذه الخطة ممكن نستقبل بها أهداف بسهولة، بس راح نجيب أهداف كثيرة. إلا مباراة السيتي أتوقع دفاعهم كان قوي زيادة عن اللزوم، أتوقع يا شباب، ما أدري، نطور من عندها، نشوف شنو أكو أخطاء ضد الكبار. مباراتنا الجاية بالكأس راح تكون ضد كريستال بالاس، يعني إن شاء الله سهلة بإذن الله بدور ربع النهائي. بايرن ميونخ، مباراة مهمة الصراحة. هسه راح نشوف تشكيلتنا كيف، بهذه المباراة راح نعرف قوة هذه التشكيلة. كلوسترمان مصاب، طرين بهذا الثنائي ننزل. مباراة صعبة على ملعبنا أمام جمهورنا ضد بايرن ميونخ، طبعا احنا خايفين من بافاري لاسم البافاري، والبافاري خايف من عندنا لقوة فريقنا بالأيام الفائتة، حتى شفتوا بدايتها يعني كيف رجع دفاع البافاري داخل، يرجع دفاع من البداية، أنا ما راح ندفع كثير، فنحاول نحاول نباغتهم بهدف أول إن شاء الله. لا شوف شباب يعني بهذا الشكل مرت الحمد لله، بس كيف تركونا واحدة؟ أم تي تي، بوستوس يلعب، رودريجو ما توصل. شباب أكو مشكلة، دير بالكم، والله البايرن على هذا اللعب يا شباب ممكن يسجل، يعني أفضل أفضل من عندنا بكثير الصراحة. رودريجو العب، بوستوس، ريتشارلسون، يا سلام، يلا 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 يلا، غرينوود غرينوود غرينوود، مرر لي تشارلسون. شباب هي هذه المباريات اللي الفوز بها اهم شيء. لا 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 لا، الله ستر، ليفاندوسكي صوب والأونانا يصد. شوط اول 0-0، صعبه يا شباب جدا صعبه المباراه هذه. يا سلام يا ام تيتي، يلا يا عطال، لا
مرت الحمد لله شباب. لازم انزل جوميز، راح اخلي جرينوود يرجع يستلم كره مع رودريجو، لازم يرجعون بهذا الشكل يستلمون كره، وجوميز خليه ينزل وشويه وممكن احول جرينوود قلب هجوم وننزل ماكسيمان. اذا شفت ريتشارلسون ما ادى خلاص يتحول. ريتشارلسون يا ريتشارلسون استلم فاول. حلو حلو حلو. يا ولد يا ولد، با 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 با، يا سلام يا شباب الكبار يظهرون بالمباريات الكبيرة، وهذا هدف من واحد من الكبار الموجودين بالفريق رودريجو. 1-0 البافاري يتلاعب بدفاعهم ويحطها بالشباك. شوف هنا، شوف الكرة، شوف المرور من الأول، الله من الثاني، يا سلام وحطها، الله 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 على الزاوية البعيدة، والهدف والكرة بالشباك، جول. 3 نقاط مهمة على البايرن يا شباب، راح نتأكد أهل لدور 16 وبأداء خرافي. أنا ما أريد أدافع، أنا راح أنزل ماكسيما، وبهذا الشكل يا شباب راح تكون التشكيلة، لأن أريد الصراحة الفوز، أريد أسجل بعد، بس ممكن شوية ونطلع ديونج أو أي لاعب يتعب، خلينا ننتظر يعني حد دقيقة 80 نسوي تغيير بعد ثالث، بس هذا التغيير مهم إن شاء الله راح يكون. يا رب جرينوود يسجل لنا لين حولت قلب هجوم. يا سلام، يلا فاول فاول حكم، اضغط اضغط يا جرينوود. يا سلام، يلا ماكو اوفسايد، خلاص 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 خلاص، هو 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 جرينوود. قلت لكم يا شباب الخطة والتكتيك، يا حبيبي الخطة والتكتيك، خلاص قضينا عليه البافاري، خلاص يا حبيبي يا سلام. بس والله جرين تصعدت عند الفريق مو طبيعية، شوف هنا الكرة بضغط، حلوة 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 يا سلام، والاسيست الرهيب من جوميز. يا ولد يا جوميز، بوم، دفاع البافاري خلاهم يرتكبون هذا الخطأ. خلاص يا شباب خلي نظل هسه نحاول نضيف هدف ثالث، راح نرعبهم. جرينوود جرينوود، لا 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 حرام، ديونك لياقته انتهت خلاص. داني الفيش خليه يلعب، داني الفيش والله ماكو مشكله يلعب احنا داني الفيش. قائد راح يكون رودريجو او سانت ماكسيمان، ماكسيمان خلي ماكسيمان احتراما له، اللاعب الوحيد اللي بقى بالفريق من اللاعبين الاساسيين اللي لما جيت لهم كان موجود. عطال يلعب الى داني الفيش، ماكسيمان الفيش توصل الى انديدي، داني الفيش انديد. لا يا شباب خلصوها يا شباب، شنو هذا والله يا شباب، كان 4 هسه النتيجة. خلص، لا نستقبل هدف. حلو 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 حلو، خليها تروح خليها تروح، اضغط اضغط. عطال عطال، لياقة، شنو هاي اللياقة يا ولد، روح يا جوميز. لا 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 لا، دقيقة 91 باقي 5 دقائق، ايش دعوة يا حكم يعني على ود البافاري تعطيهم وقت بهذا الشكل؟ ها اوكي، الا انتقم من البافاري، روح اصعد اصعد يا جوميز. توصل، يا سلام جوميز، فاول فاول يا حكم. حلو خلاص المباراة انتهت يا شباب، رسميا فزنا على البافاري واخذنا 3 نقاط و9 نقاط مجموع. اكيد جرينوود اكيد، يلا يا جرينوود يا رب تحطها بالشباك، الله والله يكون شيء رهيب. يلا بسم الله، جول. لا تعليق يا شباب، لا تعليق لا تعليق، 3 ضربات حرة بهذه الحلقة عن طريق جرينوود المدمر. 3-0 أفضل لاعب بالفعل، بالفعل أفضل لاعب هذه المباراة فريقنا يا شباب هذا الموسم داخل بقوة، توقع دوري الأبطال راح يكون إنه. لا لا ترفع الطموح لهذه الدرجة، يلا يا شباب نبقى على طموحنا اللي هو الدور 8، بس على هذا الأداء لا والله المفروض المفروض يعني دور نصف النهائي، المفروض الأداء خرافي الأداء خارق. شوف يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جرينوود، طبعا ما راح أسوي سكيب هسه، خلاص خلينا نروح نشوف الصعوبة اللي جاي نلعب بيها. جلد 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 جلدنا البافاري ب3-0، رودريجو الهدف الأول عالمي، هدف ثاني من جرينوود عالمي، هدف ثالث من جرينوود عالمي، أوه والله ودمرنا البافاري. يلا يا شباب خلينا نروح نشوف الصعوبة اللي جاي نلعب
بيها ايش تتوقعون ايش قد الصعوبه؟ مثل الحلقه اللي راحت طبعا، ان شاء الله جرينوود هو افضل لاعب بالمباراه مثل ما قلت لكم، اسطوري الصراحه خرافي. هذه باقي نتائج المباريات، اتلتيكو مدريد اول 3 نقاط يحصلون عليها، وهذا الترتيب حاليا احنا بالصداره، محتاجين فوز وراح نضمن التاهل للدور القادم ان شاء الله. فخلينا نشوف، بسم الله الصعوبة. اوكي هسه عندنا مباراة ضد توتنهام. شباب راح اتركها لان تعبت، راح اتركها للحلقة الجاية لان والله تعبت يا شباب كثير. ف لا مو هنا، انا وين دخلت يا مصطفى؟ اوكي شباب هنا، اوكي هنا ما سويت سكيب، وهذه هي الصعوبة اللي جنعب بها اسطورة 3-0 على بايرن ميونخ. والله يا شباب النتيجة هذه مو طبيعية الصراحة، فريقنا قوي 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 بشكل مو طبيعي. اضطريت اثبت الصعوبة بسبب الفوز اللي شفتوه، فلازم اثبت الصعوبة. فاتوقع احنا اللي بحاجة اللي انا اشوفه، اوكي خلينا نروح للخطة حتى نتفاهم بالموضوع هذا يا شباب. اول شيء رودريجو يجي هنا، وضد الكبار المفروض يلعبون بهذا المركز، يعني يكونوا هاي ضد الكبار. هذا اللي استنتجته من التشكيلة، وقلت لكم راح اوصل للحل، وصلنا للحل الحمد لله ضد البافاري. المهم اللي محتاجينه هذول الاثنين ما ينفعون، قرار صادم بس ما ينفعون. ممكن احتياطيين يكونون ممكن، وعليه يا شباب انا هخليهم اساسيين، انطيهم مجال اخليهم يتاقلمون، بس جرينوود لازم يكون قلب هجوم لازم، فواحد من عندهم ما راح يكون موجود يكون احتياطي، واتوقع هو بوستوس، وان كان سجل بس بالمباراة الكبيرة هو اهم شيء يا شباب اللاعب يظهر. فبهذا الشكل راح تكون، وبهذا المركز اتوقع مفروض يكون سانت ماكسيمان، بس لازم نجيب واحد بداله. يعني بهذا الشكل يا شباب تكون التشكيلة حاليا، بس نجيب واحد اساسي بدل سانت ماكسيمان، لازم لاعب ضروري يجي لنا. جوميز راح يكون احتياطي، بوستوس راح يكون احتياطي، وعدنا العربي راح يكون احتياطي بعد. فبهذا الشكل هذول كلهم احتياطيين. كلوسترمان يرجع من الاصابه ان شاء الله يكون اساسي. مكتوميني يصعد فوق احتياط، يخلي مكان جيرسون. احتارين راح اعرضه على البيع الصراحه، ولو لاعب صغير والله ما ودي اعرضه للبيع. هو يلعب، ممكن يلعب جناح الصراحه، ممكن، والله ما ودي ابيعه يا شباب. اوكي احتارين ممكن يا شباب ينزل بهذا المركز، خلينا نشوف كيف راح تكون طاقة 80. اوكي ممكن احتارين يلعب هذا المركز يا شباب، وماكسيمان يكون احتياطي او بالعكس، ما عندنا مشكلة. فبهذا الشكل راح تكون تشكيلتنا ان شاء الله الرسمية، راح ندخل بها المباريات. خلينا نشوف من هداف الدوري الانجليزي حاليا تصنيف الهدافين. عندنا الهداف انكس لاعب ساوثامبتون، جرينوود عنده 3، وغوميز عنده 3. حلو. ونشوف من هداف البطولة الاهم، بوستوس عنده 3 يا ولد يا بوستوس. بس يا شباب الصراحة ضد يوك بويز، يعني انت تسجل على يوك بويز 3 وتسجل على بايرن ميونخ هدف، الهدف افضل من الثلاثه هذولي اللي سجلتهم الصراحه. هذا الشيء بالنسبه لي انا افضل جوميز، رودريجو، جرينوود على بوستوس، هذول الثلاثي افضلهم. جوميز جاب لنا 3 نقاط على اتلتيكو مدريد، رودريجو سجل على البافاري، جرينوود لا تعليق، لا تعليق جرينوود. رايكم بجرينوود يا شباب؟ تقييمكم من 10 لجرينوود ولمستقبل جرينوود. فاتوقع ان هنا استياكم نهايه المقطع، لايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات، شكرا للمشاهده. ان شاء الله يا شباب حلقه جدا قريبه تكون، بس اهم شيء لايكاتكم وتفاعلكم وتعليقاتكم الحلوه وبس. وما مشترك يشترك ويفعل زر التنبيهات، وفي امان الله.